المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته وإرشاد روح القدس من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. شهر هاتور المبارك ربنا بيعطينا فيه بزار ملكوت السماوات، بيعلمنا فيه كده ملكوت السماوات، وبيعطينا إنجيل معلمنا متى 13 اللي احنا بنقرأ منه سواء في باكر أو في القداس أو في خلال الشهر، يعني بيدينا حوالي 7 أمثلة لملكوت السماوات. وإزاي يكون فينا ملكوت السماوات؟ في الأول عايز أقول لكم رموز هذا المثل اللي أعطاه لنا رب المجد. رموز المثل ده بتكلمنا أول حاجة عن وجود البذرة، والبذرة دي بتمثل كلمة ربنا في حياتي وفي حياتك. مفيش كتاب مقدس إلا ما ذكر لنا هذا المثل، مفيش إنجيل من الأناجيل الأربعة يعني إلا ما ذكر لنا هذا المثل، وما فيش بيت مسيحي يخلو منه الكتاب المقدس، ما كانش ورقي بيبقى على الموبايل. فوجود كلمة الله في حياة كل واحد مننا ده شيء مهم، هو ده البذرة. أجمل حاجة نلاحظها في الكنيسة الحلوة بتاعتنا، تلاقي الأطفال الصغيرين أول حاجة نعلمهم يرشموا الصليب، ولما ناخدهم الكنيسة أنت داخل تتناول اقلع الشوز اللي في رجلك، يعني تتعلم احترام بيت ربنا. تلاقي الولد ممكن يقلع الشوز من اول القداس وفرحان جدا ومستني اللحظه اللي تقول له فيها يلا هنطلع على المكان ده عشان ناكل جسد ربنا ودمه ونشبع بيه. تلاقي الولد مستعد لده، بذره بنزرعها في قلوب ولادنا. فما فيش كتاب، ما فيش بيت مسيحي في بيوتنا الا موجوده فيه كلمه الله والبزار اللي هي كلمه الله. الارض الجيده بتمثل قلب كل واحد فينا، كل واحد فينا بيخلق بأرض جيدة، يبقى علينا نحن نرعى هذه الأرض الجيدة لكي تأتي بثمر يسر قلب الله. عشان كده تلاقوا الكتاب المقدس طلب من كل واحد الأرض الجيدة، ورب المجد يسوع المسيح قال لكل واحد فينا يا ابني أعطيني إيه؟ قلبك، أعطيني الأرض بتاعتك، أعطيني الأرض بتاعتك والبزار موجودة، أنا هزرع البزار وانت الأرض وهتنمو البزار وانا اللي هسقيها وارعاها، لاني لا الزارع شيء ولا الساقي شيء لكن الله هو الذي ينمي. الميه والنور والهواء اللي بيساعدوا البزار دي انها تنمو هو عمل الروح القدس الساكن فينا، هو عمل الروح القدس الساكن فينا. الروح القدس ده بيبكتنا على كل بر وكل خطيه. ايه بقى كل بر وكل خطيه؟ كل بر علمه لنا رب المجد يسوع المسيح واحنا ممكن نكون ما عملناهوش ما طعناهوش فيه، وكل خطيه احنا بنعملها فيبكتنا عليها الله من خلال الروح القدس. وعمل الروح القدس بالظبط بيعطينا زي الميه والنور والهواء. الروح القدس ده ما بيتشكلش لكن الضمير ممكن يتشكل، والروح القدس ده بيعطينا ماء نقي. تخيلوا كده تربة هنديها مية مسممة هتموت الزرع والتربة هتتأذي، ولا هوا مش نقي يكون مليان ثانوكسيد كربون ما ينفعش، وما شفناش ده. فهتلاقوا مية نقية، هواء نقي، وأيضا النور الإلهي النقي اللي مليان بأشعة الشمس اللي فيها أمور بتغذي التربة. أيضا قلب كل إنسان اللي هو بمثابة التربة أو الأرض يعني، والمية والهواء والبزار، كل دول محتاجة راعي يهتم بيهم. وجود الرعاية والاهتمام ده وجود الراعي في حياتنا، سواء كاهن سواء خدام، الكنيسة بدورها، واحنا كلنا لازم ننمو داخل هذه الأسوار. الواحد بيحزن جدا يا اخواتي لما يزور انسان ويجي يقول له ايه مثلا، ده مش اعتراف انا بقوله لكم، لا ده للاسف واقع بنشوفه،
للأسف تلاقي كده إنسان يقول لك هو أنا لازم أروح الكنيسة عشان يبقى عليه علاقة بربنا؟ كلمة صعبة وأنا ما بقدرش أقول له غير إن يا حبيبي ده إحنا ملناش غير بيت ربنا نترمي فيه. ده إحنا نخش الكنيسة دلوقتي على رجلينا بدل ما يجي اليوم اللي نخش فيه على ظهرنا. ده إحنا ملناش غير الكنيسة. ده أنت ما بتخش الكنيسة وتشتم رائحة البخور تزداد سلاما. لما بتخش من باب الكنيسة من بره بتمتلئ سلاما. هو إحنا لينا غير بيت ربنا نترمي فيه ونتضرع إلى الله فيه؟ ده اللي يحب حد يروح له بيته. ما بالك بقى ربنا اللي خلقنا. وتلاقوا أيضا يا إخوتي الأحباء في آخر المزمور يقول لنا كده، هو الفضيلة اللي احنا نقتنيها علشان البزار بتاعنا تنمو في أرض جيدة وتنمو بعوامل جيدة اللي هي المية والنور والهواء ويكون لها راعي صالح. ايه هي الفضيلة دي؟ قالها لنا كده في آخر الإنجيل بتاع النهاردة، فيحفظونها في قلب جيد ويثمرون بالصبر. دايما كده الراعي والفلاح الشاطر اللي بيرعى أرض جيدة يتحلى بالصبر، لأن الصبر ده هو اللي بيساعد الإنسان إن هو ينمو صح، ينمو في قلب سليم وبقلب سليم، وينمو في بيئة سليمة، وينمو ويعطي ثمر جيد يبدأ يتبارك به كل من يراه، فيرون أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. شفنا أربع أنواع من الأراضي مروا علينا في الكتاب اللي احنا أو القراءة اللي احنا قرناها النهاردة. الأربع أراضي دول احنا محتاجين نفهمهم، لأن احنا ممكن تكون جوانا أرض من الأراضي دي أو الأربع أراضي حتى. الأول البزار وقعت في الطريق. الأول كده تشوفوا يقول لك خرج الزارع ليزرع. خرج الزارع ليزرع دي ليها معنى لاهوتي، ان هو خرج ابن الانسان وترك سماه علشان يأتي ويعيش على الارض، فخرج لكي يزرع في ارض من اول وجديد تاني، لان الزرع القديم ايه؟ للأسف فشل. الزرع القديمة بتاعت ابونا ادم لما زرعها الله في البداية في جنة عدن للأسف اخطأت الى الله وفشلت، فنزل ربنا تاني، خرج الزارع ليزرع تاني علشان ينمو في أرض جيدة، يعطينا أرض جيدة ويبذر فيها بذار جيدة عشان تنمو فينا. فكان الزرع الأول أو البذار الأولى زرعت أو وقع منها جزء على الطريق، والطريق ده بيمثل القلب المتعجرف، قبل القلب المتكبر، القلب طبعا اللي ما هوش عايش مع ربنا، قلب للأسف ساكن فيه الشيطان. ولما نقول الشيطان يعني الكبرياء، يعني تلاقوا الطريق كده صلب للأسف، تلاقوا إنسان متكبر مش عايز يكون متواضع في حياته، إنسان بعيد عن الله كل البعد، إنسان ذات قلب دايما للأسف يعني بيتعالى على كل من حوله. هو ده البذور اللي وقعت على الطريق. تلاقوا بذور أيضا وقعت بين الصخور، والبذور اللي وقعت بين الصخور دي قلب مش مستقيم، قلب مرائي، يعني قلب بيلف ويدور كتير. والقلب اللي بيلف ويدور كتير ده طبيعته للأسف زي طبيعة الصخور، طبيعة حجرية، ولكن مظهره غير كده. عشان كده السيد المسيح راح مكلم الفريسيين وقال لهم ايه؟ أنتم تشبهون قبور مبيضة من الخارج وداخلها نتانة وعظام أموات. ما ده القلب اللي مبني أو اللي هو للأسف عامل زي الصخور وتقع فيه البزار، قلب لا ينمو فيه بذر وما يستمرش فيه البذر ومش مجهز ان هو ينمو فيه البذور، قلب
مرائي، قلب ليه وش شيء والقلب بيكمن شيء تاني. وهذا القلب يا إخوتي ذكر لنا المزمور الأول. الإنسان اللي قال عنه المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. كلمة طوبى دي يعني الإنسان اللي هو ماشي في طريق مستقيم، يعني اللي ملوش زي ما بيقولوا كده بالمثل في الوش مراية وفي القفة سلاية. سلاية دي اللي هي الشوكة بعيد عنكم الطويلة اللي بتستقلع من النخيل. فطبيعة هذا القلب طبيعة حجرية، ليها مظهر من جوه شيء ومن بره شيء تاني. ممكن أكون بروح الكنيسة، ممكن أكون بصوم، ممكن أكون بأمارس وصاية روحية كتير وأدفع العشور آخر الشهر، قلب مش عايش مع ربنا، البذور مش هتنمو. القلب الثالث يا إخوتي، القلب اللي هو البذور اللي اتكلم عنها رب المجد يسوع المسيح اللي سقطت وسط الشوك، ده قلب مهموم، دايما قلب شايل الهم مش مسلمها لربنا ومش عارف يسلمها لربنا، قلب مشغول بالعالم، مشغول بالغنى، عايز يكسب كل شيء، يكسب صدقات الناس، مش مهم يرضي ربنا، المهم يكسب الناس. قلب مشغول باهتمامات العالم، تعالى الكنيسة لما ربنا يريد، بس نوكل العيال أهم حاجة، مش انت اللي بتعول، ده ربنا اللي بيعول. ما انا لازم اشقى واتعب، صح لازم تشقى وتتعب، بس لازم تشقى وتتعب ايضا من اجل ابديتك، لان هي اللي هتقف باعمالك دي امام الله وهتحاسب، يا تدخلها يا ما تدخلهاش. قلب منشغل بمحبة العالم، تكلم انسان كده تقول له علاقتك ايه مع ربنا، يقول لك مش ماشية، بروح الكنيسة بس مش ماشية. تيجي تسأله كده سؤال بسيط تقول له انت بتسمع اغاني؟ لك اه بسمع اغاني. هو فيها ايه؟ تقول له طب ما حياتك واقفة حبيبي عشان خاطر انت بتسمع للاغاني دي. انت بتشرب سجاير؟ لك اه ما انا بنفخ وفش مش اكتر يعني. قول له طب ما انت بتفسد جسدك يا حبيبي، وبتفسد الهيكل اللي اعطاه لك الله، فسيفسدك الله وحياتك الابدية هتفسد، وحياتك في الارض هتفسد، وعلاقتك بربنا ليها واقفة. تقول انت بتشرب اي حاجه؟ يقول لك في ليله راس السنه كده بشرب حاجه، كده ليله العيد كده بشرب حاجه. طب ما انت اللي هتخسر، احنا ما ينفعش نعرج بين الفرقتين. ده هو قال لك اديني قلبك مش تديني ساعه قلبك وساعه مش قلبك. طب انت بترضي ربنا؟ يقول لك ايوه، وتلاقي اسف في الكلمه مثلا اي انسان يعني يروح فرح يتشبه بأهل العالم في كل تصوراتهم وكل حركاتهم، اللبس مش كويس، ما شبه الاحتفالات بصورة أهل العالم، إنسان بعيد عن ربنا. ساعة لقلبك وساعة ربك ما ينفعش، ده إنسان بينمو وسط الشوك، إنسان هدفه يجمع أكبر كم من الفلوس، مش مهم بقى يروح الكنيسة لما نفضى، ده ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا. عشان كده هذا القلب المهموم هو بزار نمت وسط الشوك، حالا بسرعة طلعت، لكن أول ما طلعت الشوك عمل لها إيه؟ خنقها، مش هتستمر حياته، مش هيتقدم، أخره هيعمل أعمال روتينية وهيجي يقف عند حتة معينة مش هيعرف يكمل لاهتمامات العالم جواه. عشان كده السيد المسيح راح قال لنا إيه؟ إن أردت أن تكون كاملا نعمل إيه؟ بيع 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 كل ما لك. وادانا امثله منها اللؤلؤه الثمينه، انسان لا وجد لؤلؤه باع كل ما ليه واشترى الحقل اللي فيه اللؤلؤه دي عشان يقتني هذه اللؤلؤه الثمينه. اجعل قلبك على طريق ابديتك، اجعل قلبك دايما يكون هذا القلب الرابع اللي هنتكلم عنه، هو القلب الواعي. القلب الواعي ده بتاع الأرض الجيدة اللي هي أتت بثمر، وراح ربنا ادالنا
قال لنا أنا مش عايز ثمر 100%، أنا عايز إن شاء الله ثمر 30 قبله، بس مش نسعى للـ30، احنا نسعى للـ100، بس لو جاب 30 هو قبله ربنا من محبته وحنيته، لو 60 قبله، لو 90 ده بيفرحان قوي بيك. وهذا القلب يا إخوتي محتاج حاجة واحدة بس في الزمن الصعب اللي احنا عايشين ده فيه، ارضى. خلي عندك من رضا من عندك من جواك. مشكلتنا يا أحبائي مش بنبقى راضيين من جوانا، ما بنتمتعش بالرضا، مش شاكرين ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. الطمع بإمالينا، ما عندناش رضا من جوانا. عارفين القلب الجيد ده اللي هو فعلا يعمل ايه؟ اللي سمح أخوه لو ظلمه أو زعق فيه أو غلط فيه، بل بالعكس ده يقول لأخوه حقك عليا، حتى لو عارف أن أخوه غلطان فيه يقول له حقك عليا أنا آسف، حتى لو أخوه زعق فيه يقول له أنا آسف حقك عليا. ده هو كده جاب جمر نار حطه على راسه. أنت ما خسرت الشيء، بس أنت كسبت أخوك باتضاعك. الإنسان اللي زعق فيك روح قول له معلش أنا آسف حقك عليا، الظاهر مش واخد بالي. ده الأرض الجيدة اللي بيسامح ويغفر. وإحنا لما نعمل كده هو هنطبق كلام الصلاة الربانية، واغفر لنا ذنوبنا، بس إمتى؟ كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ربنا يغفر لك خطاياك، في أجمل من كده تاني؟ ربنا يغفر لك خطاياك. احنا عايزين حاجة تاني غير لما ربنا يغفر لنا خطايانا؟ بس لما احنا نغفر للذين أساءوا إلينا. هذه الأرض يا إخوتي أرض متضعة، أرض بترضى بالقليل، شكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أرض مسلمة حياتها لربنا. عشان كده يا إخوتي الأحباء خدوا بالكم من الضعفات اللي ممكن تصيب حياتنا، القساوة واللامبالاة، عدم الاهتمام بأبديتنا. خدوا بالكم تكون لنا السطحية في العبادة. أصلا أنا مش عايز أروح أعترف، لو رحت اعترفت أبونا هيقول لي ويعيد لي تم ده كله لمصلحتك. هو أنت ما بتروح للدكتور ويقول لك هنفتح الجرح ده مش بتتألم شوية بس بعد كده بترتاح؟ ما تبصش تحت رجليك، بص لقدام. من ضمن ضعفاتنا اوعى تنشغل بهموم العالم، اوعى تنشغل بمشغوليات العالم، لا تحب العالم ولا شيء مما فيه. ليه؟ لان العالم يمضي وكل شهواته معاه. واهتم اخيرا بالتواضع والجهاد وحياتك الابدية، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعطينا الله يوما مباركا وحياة مليانة بأرض جيدة وبزار لها ثمر، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين.